بس مش يعني هذا مش ايه شري القرابة وين شري تاني قرابة بيعطيني وين هو هذا؟ تعمري فيها هذيك الغرس تاع هذيش عارف هاي هاو ار يو ابوني برك لي ابوني ديرجع هذا تاعش باش ما نقلع عليه التيرو تيرو هذا واه تيرو اي هذا شيء يدير يعاون هذا يخلطوه مع التراب اه شحال هذه الوحده 10000 الكيلو رانا هنا في هذا اللي يبيع لي بلونت حدانا ورحت شريت ليبو بعدا كاين غادي نهودو للدار نغرسو فيهم ونوري لكم واحد العفسه ثاني تاع نغرسو فيها لي بو شباب بزاف شوف الله يبارك هنايا نغرس شحال شباب هادي الداليا هادي دير العنب لك شحال شباب هادي هادو 60000 الواحد فهمتوني شويه غالي باغابو هكا باش ديري بو في الدار هذا الهدف هذا او هذا البو يعني شويه غالي هادي تاع الصبار شي كشابة شوفي هذا سكتك تهضري بزاف دوك اليويو حاوزنا اليويو بعد ما شفت السومه غاليه تاع لي بو بيهم بالغرس تاعهم يعني حتى 60000 65000 بغيت نغرس لي بو يعني للزينه ويكونوا بسومه رخيصه يعني شريت لي بو تاع 5000 وشريت هذيك الكرافه ب 10000 والتيرو ب 10000 كذلك وجيت للدار باش نغرس هادو لي بو تاع التزيين ونكون الميزانيه حافظت عليها فانا في البيت عندنا جاردان عند بويا وشابه بزاف يعني عندها غرس خير من تاع المشتاله فانا قررت انه نخدم هادو لي بو باش نزوق بيهم داري والكوزينه تاني كذلك المطبخ هادو يجيو شابين فوق البوطاجي هنايا جبت هادو لي بو تاع 10000 عمرتهم بالكرافا الكرافا كانت عندنا في الدار وضفت لها السماد اللي هو التيرو مع التراب التراب كذلك موجود عندنا ودخلت هادو الغرس يعني اليوم غادي نغرسو مجموعه من النباتات مثل هذه الالوفيرا وكذلك لاجيتال وهذه تاع العنكبوت لي ميش يعني هادو كامل عطاهم لي بويا ربي يحفظه وغادي نغرسهم في داري ولاجيتال كذلك وملاحظه هنا لاجيتال ما تقلعيش بعشوائي يعني لازم تكون هذوك البراعم خارجه من الساق تقلعي فوقهم يعني تمقصي فوقها باش هي تزيد تنمو تكبر وانتي منها تدي وتغرسي فاحنا غادي نغرسوا الان هذا تاع لي ميش حنا نقولوا لها وكاين يقولها تاع العنكبوت نبات العنكبوت وحاجه مهمه اذا ما كاش عندك متوفر عندك هذاك السماد تاع التيرو الاسود ضيفي لها قشور للتراب ضيفي لها قشور البيض وكذلك القشور البرتقال
وقشور الموز. وهنا للتزيين من فوق نضيف هذه القرافة البيضاء تعطي لك منظر جميل للنبات تاعك، يعني تكاسي لي كولور، وثمن تاعها رخيص كذلك. وهنا غادي نغرس في لاجيتال او نبات القطيفة، يعني كل واحد كيفاش يسميه. وغرس نبات الصبار، هذا يكبر لكن يطول وما يحتاجش الماء بزاف، يعني تسقيه خطرة في 15 يوم. ولكي لا يكون الفيديو طويل، انا كملت كامل هذو ليبوك كما راكم تشوفوا، زينتهم بالغرافة من فوق البيضاء، شوفوا كي خرجوا شابين، يعني كي تشوفي فيهم الروح تاعك تنشرح. وتحطيهم فوق يعني في المطبخ فوق البوطاجي. شوفوا هاد النبات ما يسحقش الماء بزاف كما قلت لكم، وعنده منظر شباب. وانتوما تديروا اي نبات يعجبكم، راها متنوعه الله يبارك. واتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، يكون خفيف وظريف على قلوبكم وبصحتكم. كارانتيكا، احنا اليوم رانا في الليل درنا الكارانتيكا. الله يبارك، راها تشهي. واللي خاصه الوصفه تاع الكارانتيكا غادي نخلي له الرابط تاعها في اخر الفيديو على شاشه النهايه، يديها بمقادير مضبوطه. ان شاء الله يعجبكم، ما تنساونيش بالجيم والاشتراك في القناه.